عقد المجلس الأعلى للصحة ندوة حوارية حول التطبيق التجريبي لمشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية في محافظة المحرق، وذلك ضمن جهود المجلس للتواصل مع الجمهور حول آخر مستجدات مشروع تطوير الرعاية الصحية في مملكة البحرين. وفي جلسة نقاشية أثنى معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة على الجهود التي بذلها الطاقم الطبي والصحي خلال فترة الجائحة، مشددا بأن النجاحات المحققة تأتي بفضل النظرة الحكيمة لجلالة الملك المفدى ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وبين معاليه أن المجلس في صدد تطبيق مشاريع مختلفة تحت مظلة الضمان الصحي الوطني للارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة وتحسين جودة الخدمات المقدمة بما يكفل حرية الاختيار والاستدامة ويخلق روح التنافسية بين مقدمي الخدمة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن. وبين معاليه أن تطبيق التسيير الذاتي في مراكز الرعاية الصحية الأولية سيطلق برنامج اختر طبيبك، والذي سيعزز من دور طبيب العائلة ليكون المحطة الأولى في تلقي الخدمات العلاجية ويعزز مفهوم استمرارية العلاج. من جانبه بيّن سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة أن دور وزارة الصحة في البرنامج الجديد سيكون دورا إشرافيا يعنى بتقديم خدمات الصحة العامة والتثقيف الصحي، كما ستتولى الوزارة تقديم خدمات الصحة النفسية وخدمات الإقامة الطويلة لتكون شريكا أساسيا في المنظومة الصحية. الحقيقة احنا في بداية تطبيق نظام النظام الصحي في الصحة الأولية في المحرق يعني بايلوت ستدي او يعني مرحلة أولية على اساس انه يكون نضبط كل الامور وبعدين نطبقها في المحافظات الاخرى. والحقيقة كان التفاعل والأسئلة جيدة وان شاء الله ردينا عليها كلها، وان شاء الله بعدها بيكون تواصل مستمر، لان دائما احنا بيكون في تفاهم حق ما هي الخدمة وكيف هي خلق الخدمة والأفضلية الخدمة وشلون يكون يحصل على يكون خدمة هو يرضى عنها وإحنا نرضى عنها وتكون في مصلحة المواطن ككل. طبعا تعد مراكز الرعاية الصحية الأولية هي البوابة الأساسية للمنظومة الصحية، ويهدف مشروع التسيير الذاتي لضمان استدامة الخدمة وتطويرها بما يكفل الجودة والتنافسية والعدالة وتحسين تخصيص الموارد والاستخدام الأمثل لها بما يكفل رضا المستفيدين من الخدمات الطبية ورضا المقدمي الخدمات وفق معايير معينة معتمدة، ويتم من خلالها عدة برامج وعدة مشاريع تندرج تحت مشروع التسيير الذاتي مثل برنامج اختر طبيبك اللي يهدف إلى أن مشاركة المستفيدين من الخدمة في اختيار الطبيب اللي يقدم لهم الخدمات.